السلام عليكم، كيف صادق من شبكة ألعاب المنصة. طبعا اليوم شفتكم أفضل 5 تطابيق لتحرير الفيديو. إذا عجبكم شباب المقطع دوس لايك، اشتراك في القناة، تفعل جرس التنبيهات. يلا شباب خلينا نبلش. طبعا شباب قبل كل شيء اريد منكم شباب ان تدعمون هاي القناة، بس اريدكم شباب تشتركون بالقناة مالتنا. استوى تم بلش باليوتيوب هذا الولد، اتمنى منكم. طبعا شباب اللي اسم القناة هذا اسم القناة، اتمنى منكم ان تشتركون بالقناة. وطبعا شباب هو يعني لسه ما نزل اي محتوى، لان اظن لو امس لو اليوم فتح القناة، ما أدري ليه متى. فأتمنى أن تشتركون بقناته. يلا شباب عندنا شباب أول تطبيق هو تطبيق برنامج تحديث الفيديوهات الذكي. ميزات الشباب حرر الفيديو بصورة كلش ذكية، قصة وشباب نسيت قصة الفيديو يعني دمجه وتحوله أهمية. يعني بياخد شباب هذا التطبيق من سعد، يعني من سعد جهازك 12 ميجا بايت، يعني ما ياخذ بالشي الهواي، يعني ما تنجز حتى ما ياخذ. يلا شباب نروح للتطبيق اللي بعده. بالمرتبة الرقم 4 يحتلها برنامج قص ودمج الفيديو VIP، اصلا هو يعني بجودة VIP. طبعا شباب اعلى جودة لحد الان موجودة بالعالم كله. ياخذ من سعد شباب بك 16 ميجا بايت، واذا تريد تشوف الصور هاي شباب الصور متوفر بس للاندرويدات. يعني شباب اذا انت قطعت يعني وقفت التصوير وهاي ويسوي لك تصوير جديد، هذا التطبيق يقدر يدمج الفيديوهات. يلا شباب خلاص التطبيق اللي بعده. في التطبيق رقم 3 تحت هاي المرتبة شباب كالمي، محرر الفيديوهات، صانع الفيديوهات والكاميرا الجمال. اظن اللي يريد شباب يشوف الصورة هاي شباب طبعا صوره يقدر يعني يحول هذا محرر مال فيديوهات، يعني تقدر تضيف اشكال على صورتك، تقدر تضيف حتى على الفيديو. ياخذ شباب من جهازكم 37 ميجا بايت. ويلا شباب فرح التطبيق اللي بعده. وطبعا شباب بس ردينا لكم تطبيق كليماستر هو شباب من احسن التطابيق للاندرويدات اللي تقدر تصنع منه انترو. التطبيق شباب ياخذ من جهازكم 3.1 ميجا بايت. واللي يريد شباب اسم التطبيق هذا شباب اسم التطبيق. يلا شباب خلينا نروح للتطبيق اللي بعد. طبعا شباب اذا ردينا لكم محرر الفيديوهات، ضبط اطلال الفيديو، الموسيقى والمؤثرات. هذا طبعا شباب متوفر للاندرويدات. الشباب يشوف صوره، هاي طبعا شباب صوره كلش حلو التطبيق، انا حتى استعدمه للقناه مالتي للي يريد يعني عارف. فهذا شباب الصور خلنا اوريها لكم. وهذا طبعا شباب اسم التطبيق. اذا عجبكم حملوه، لان شباب انا يعني بنظر شايفه خوش تطبيقاني. طبعا شباب هنا وصلنا نهاية الحلقة، اتمنى لو عجبكم المقطع اشترك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. واتمنى منكم شباب ان تشتركون بقناة صديقي. هو هذا شباب هاي صورة القناة مثل ما تشوفونها قدامكم. اتمنى ان تدخلون على الرابط وتفعلون الاشتراكات. يلا شباب اذن.